خلينا نشوف تقرير يتحدث عن عماد الحوسني المحترف الأجمل في الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، نتابعه. الهداف عملة نادرة، والمهاجم النهاز، الحاسم الذي لا يعرف إلا لغة الأهداف، هو من تراق في سبيله أموال النادي من أجل كسب خدماته. فكيف إذا كان عمدة وعمانيا؟ عماد علي الحوسني من مواليد 18 من يوليو من عام 84 و900 وألف، خاض عدة تجارب احترافية خليجيا وأوروبيا قبل أن يستقر به الحال في مقر القلعة الخضراء في مطلع أغسطس من عام 2010، ليحرث الملعب طولا وعرضا مع الكتيبة الخضراء ويصبح عشق المجانين التي لا تطرب إلا على نغمات الحوسني ولا تغني إلا على إيقاعات العمدة. موسمان ناجحان بكل المقاييس قضاها مع النادي الأهلي، وكون مع البرازيلي فيكتور أجمل ثنائي هجومي، هز الشباك، أتعب الحراس، وأرهق المدافعين، لتطالب الجماهير الأهلاوية إدارة ناديها بضرورة التجديد مع عماد، لتلبي الإدارة رغبتهم وتعلن التجديد مع الحوسني لموسم آخر لتتجدد الأهداف الحاسمة الجميلة الحوسنية. بدر الفايز، كورة. أبو محمد، الموضوع الحوسني نخليه عندك أنت، لاعب أهلاوي لموسم جديد. أكيد، وهذا متوقع طبعاً، كان من ضمن الأولويات في الأهلي هو الاستمرار الحوسني طبعاً لاعب، وحقيقة حتى الحوسني يعني ساعد الإدارة كثير في الاستمرار لموسم آخر. تعرف أنت الحوسني تحت المجهر، يعني أندية كثيرة كانت تخطب وده، طبعاً أندية سعودية وغير سعودية، لكن في المقابل كان هناك اتفاق جنتلمان بينه وبين الإدارة، بالتالي حقيقة رأى النادي أنه يستمر، وحتى في توقيع العقد ما أخذ مدة طويلة، يعني ما تجاوز فترة المشاورات يمكن الأسبوع أو الأسبوعين لو انتهت. وأعتقد أنه استمراره مطلب أهلاوي، مطلب فني ومطلب جماهيري ومطلب أيضا إعلامي، لأن الحوسني كما نشاهد يعني موسم إلى موسم يقدم مستويات كثيرة، حتى في غياب فيكتور استطاع أن يعوض الغياب، يعني وانت تعرف تماما حجم التفاهم اللي بينه وبين فيكتور وحجم التأثير عندما يغيب أحدهم على الآخر. لكن الحوسني أثبت في غياب فيكتور أنه اللاعب اللي شعر من خلاله الأهلي أنه ما كان هناك غياب مؤثر، وعندما غابوا الاثنين استشعر الأهلي أنه هناك فراغ كبير، يعني مع احترامي للبدلاء ومع احترامي أيضا لإمكانياتهم. لكن أعتقد أن استمرار حوسني هو أيضا من الأشياء الإيجابية اللي تسجل الإدارة، وأيضا من الأشياء اللي تسجل الحوسني. الحوسني جت له عروض كثيرة كما أعرف من كثير من الأندية، لكن بعد اختار الأهلي على اعتبار أنه مستقر طبعا هنا مع اللاعبين مع الجمهور، وأصبح هناك يعني شبه ألفة بينه وبين النادي، فبالتالي اختار أنه يستمر مع الأهلي أفضل مما يذهب لنادي آخر. والله شكرا للأهلي اللي خلى عماد الحوسني في الدوري السعودي، بصراحة محتاجين نشوف لاعب، يعني قلت لك تو تحت الهواء، قلت اللاعب اللي يبرد قلبك في دفاع اي فريق، كروت، فاولات، بلنتيات، اهداف، ازعاج، يمكن ابو محمد يذكر، يمكن ابو محمد يذكر في المسائل الرياضيه او في المنصه، كنت اقول دائما اذا شفت انا عماد الحوسني
صدقني أطمئن أنه الأهلي سيكون في مستوى كبير. هذا اللاعب أنا تابعته من أول ما برز مع الفريق الجماعي، هذا الفريق الشاب اللي يوم كان أول ما جل الرياض مع الميمني ولاعب ثالث في الوسط، وكنت نبأنا كثير لهم. كان تركي الله يذكره بالخير مقيرن هو وكيل أعماله، إلى الآن ما زال وكيل أعماله. أبا أختصر كلام كله لأني أحب هذا اللاعب كثير. نموذج للاعب المحترم في كل شيء داخل الملعب وخارجه. أتمنى أني أشاهد نماذج كثيرة مثل عماد الحسن في كل شيء. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود للجزء الأخير من الحلقة. رح نعرض شيء اليوم قبل نهاية الحلقة كذا، موضوع صغير رح نربطه بالشارع. فاصل ثم نعود.